رئيس السيسي كمان اتكلم عن ان خريطة الدولة المصرية بتوضح ان الشعب المصري عاش آلاف السنين على الشريط الاخضر لنهر النيل، وكان بيعيش عليها 3 مليون مصري، وكان لكل انسان فدان واحد بيعيش عليه، وان دلوقتي بقينا 100 مليون وكل فدان بيعيش عليه 10 افراد. تعالوا نشوف كلمة الرئيس ونرجع لحضراتكم على طول. الخريطة اللي قدامنا دي، احنا دولة ذات طبيعة توبوغرافية خاصة. يعني ايه؟ يعني احنا دولة مليون كيلومتر مربع ولكن ليست كلها صالحة للعيش فيها. وعاشت مصر على مدى آلاف السنين على الشريط الأخضر اللي انتوا شايفينه، اللي هو مجرى نهر النيل. مجرى نهر النيل اللي هو كان 4% و5% ودلوقتي بنقول 7، وبنتمنى ان احنا نصل لأكتر من خلال الخطط بتاعتنا للعشرين مدينة اللي بنتكلم فيهم. هو ده التحدي اللي انتوا لازم تعرفوه، ولازم كل انسان مصري يتوقف قدام الكلام اللي انا بقوله دلوقتي. اسمعوا، المساحة دي من 200 سنة او 220 سنة، 1801 او 1803 لو شئتم ان انتم تحطوا التوقيت ده كمرجع ليكم، كان المساحة دي كلها كانت عايشة عليها 3-4 مليون مصري. اقول تاني، اقول المساحة اللي الدكتور مصطفى حاططها داخل هذا الحيز دي كانت ده عبارة عن مجرى النيل. احنا كنا عايشين على ضفافه والدلتا بتاعته تقريبا، يعني بعد ما محمد عمل المشروعات بتاعت الصرف الصحي والترع اللي هو عملها للدولة، فكنا 3-4 مليون عايشين هنا على 5-6% دول. وكان كل واحد مننا في الوقت ده، انا لسه كنت بكلم السادة الوزراء بره، كنت بقول كل انسان مصري كان ليه فدان، ليه فدان يعيش منه او يشتغل فيه. دلوقتي اللي احنا بنتكلم عليه بقى في 100 مليون هنا. ال 100 مليون دول بقى النهارده بعد الفدان ما كان بيعيش ويشتغل عليه فرد، بقى دلوقتي 10 افراد. طب تقول لي بقى من 50 سنه و60 سنه و70 سنه ليه الحياه كانت ارخص من دلوقتي؟ وليه الجنيه كانت قيمته اقوى من دلوقتي؟ عشان كده. طب احنا زدنا زي ما زودنا الارض دي بعدد سكاننا، يعني لو كان هنا في 4 مليون فدان واحنا عدد سكاننا 4 مليون فرد، لما بقينا 100 مليون بقى عندنا 100 مليون فدان؟ لا، ما حصلش وما يحصلش. وايه؟ وما يحصلش. طب انت تشعر كمواطن ان الدولة ما عملتلكش حاجة. القضية هنا، القضية في حالنا، والقضية ليه احنا كده؟ طب المليون دول ولا المئة مليون؟ طب مش بعيد قوي، كمان 30 سنة. يعني احنا زدنا من 4 مليون لمئة مليون في 200 سنة. والكلام اللي انا هقوله ده راجعوا فيه الاجهزة اللي بتقوم بها الحسابات. احنا هنبقى في 2050، يعني كمان 30 سنة هيبقى حوالي 193-194، يعني هنبقى 100 مليون كمان في كام سنة؟ في 30 سنة. يعني بعد ما كنا خدنا 200 سنة عشان نتحول من 4 ل100، هناخد 30 سنة عشان نبقى من 100 تقريبا ل200. يبقى إحساس الفقر عندك كمواطن وكإنسان هيبقى متلاحق قوي، هيبقى زيادة قوي. ليه؟ انت المدى الزمني الكبير ده ال 200 سنه كان الناس ما حسيتش، كان يقول لك زمان كانت الحاجه رخيصه. لكن انت دلوقتي في 30 سنه هتبقى 100 مليون كمان تقريبا، يعني هم 90 وشويه، انا بقول 100 عشان ما ننساش. انا برجع الكلام ده لكم عشان اقول لكم حاجه يا مصريين. ارجو ان انتم تنتبهوا لكل كلمه انا بقولها لكم. مش عشان انا اقصد بيها حاجة غير ان احنا نوصف حالنا ونبقى شايفين مع بعض الحقيقة مش ابدا
الزيف والكذب والافتراء والتشكيك اللي بيعملوه لكم. يعني انت لا يعني يا دكتور مصطفى، ان ما خططتش والدولة ما خططتش انها تضاعف كل ما لدينا. يعني ايه لدينا؟ يعني احنا تقريبا عندنا 30 مليون وحدة سكنية، يبقى عايزين كم مليون؟ 30 تاني، 30 مليون في كم سنة؟ 30 في تاني 30، يعني كم كل سنة؟ مليون، مليون. بكام المليون؟ ب 300 400 مليار. ده ايه؟ السكن. طب محطات المعالجة ومحطات التحلية ومحطات الكهرباء والطرق بتاعتهم والمستشفيات والمدارس وغيره وغيره، هتبقى عاملة ازاي؟ طب فرص العمل اللي هتتعمل للناس هتبقى عاملة ازاي؟ انتوا مستغربين ان انا يعني معدلات العمل اللي بطلبها، معدلات عمل ايه يا دكتور؟ سريعة والله، سريعة هي جدا. والله ما سريعة، والله انا بحلف، هي معدلات عمل متسارعة مع المسار المتسارع. لو احنا عدد سكاننا ثابت مثلا، مش هبقى قلقان قوي ان انا الفجوة الموجودة دي. اصل انا عندي حاجتين، عندي فجوة من السنين اللي فاتت وعندي المطلوب للسنين اللي جاية يا دكتور. صحيح. فانا عندي حاجتين عايز اعملهم، عايز انهي الفراغ، عايز الفاصل اللي كان مطلوب يتردم ما بين ما نحن فيه والمطلوب يتعمل، ثم بقى كمان اعمل للقادم اللي هو ايه؟ السنه الجايه في 2 مليون، طب السنه اللي بعدها في 2 مليون كمان، او 2 مليون ونص، اللي هو بعد 30 سنه ومش كتير. الدكتور مصطفى قال 1995 وقال 2020، ال 25 سنه دول اللي كلنا تقريبا عشنا فيهم. الشاب اللي موجود النهارده والطفل اللي موجود النهارده، 2030 ده بالنسبه له هيبقى حياته ومستقبل الولاد والاجيال دول.